البندورة المحشوة بالكسكس تكفي 4 أشخاص. المقادير: 7 حبات بندورة متوسطة الحجم مقطوعة الرؤوس ومنزوعة البذور، ملعقة صغيرة قرفة، 100 غرام أو كوب كسكس، ملعقة صغيرة كركم، 150 ملل أو 1/3 كوب مرق خضار بدرجة الغليان، 4 ملاعق طعم زيت زيتون بكر ممتاز، بصلتان خضراء مفرومتان، فص ثوم مفروم ناعما، حبة كوسة مفرومة ناعما، جزرة مفرومة ناعما، 3 ملاعق طعم خل البلسمي الأبيض، ملعقة صغيرة سكر بني، فلفل أبيض حسب الرغبة، رشة ملح، 2 ملاعق طعم صنوبر محمص، وعرقين نعناع مفرومين. طريقة التحضير: نضع الكسكس في وعاء ونضيف القرفة والكركم ونحرك بشكل جيد، نصب مرق الخضار المغلي ونغطي الوعاء بنايلون غذائي، نترك الكسكس منقوعا مدة 5 دقائق بالمرق، نزيل النايلون ونفرق الكسكس بالشوكة، نسخن 2 ملاعق طعم زيت زيتون في مقلاة ونقلب البصل والثوم والكوسة والجزر حتى تصبح طرية قليلا، نضيف خل البلسمي والسكر والصنوبر ونقلب لدقيقة، نضيف الملح والفلفل حسب الرغبة، نضيف الكسكس ونمزج المكونات بلطف، ننثر النعناع ونقلب، نصب الكسكس في البندورة المجوفة ونضعها في جاط فرن، نوزع 2 ملاعق طعم زيت زيتون فوق البندورة ونطفوها في الفرن المسخن مسبقا للدرجة 180 مئوية مدة 10 دقائق.